انت يعني شيرت فيديو كان تكريم الزعيم عادل امام وباعتزاله وفي هذا الفيديو اتكلمت عن انك اول لقاء مع الزعيم عادل امام وانا تحديدا بذكرت بجمله بذكرك فيها قلت فيها بان الوالده جت وهمست لك في اللحظه اللي انت اول لقاء بينك وبين الزعيم غير اللقاء اللي حصل في التكريم. لا 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 ده كان في التكريم. جميل. ده في التكريم نفسه بتاع التايم 100 اللي عملت لي قناه والزعيم كان عادل امام كان معزوم. طيب شو اللي الكلمه او العباره اللي همست لك اياها الوالده؟ قالت لي يعني الناس دي كلها اللي بتحبك النهارده ممكن تقلب عليك بكره. وهي كانت حق لان طيب. هي هنا مستغرب سامحني باسم يعني في فيديو تتحدث فيه عن تكريم الزعيم عادل امام، هل كان مقصود عادل امام بهذا الكلام؟ لا 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 خالص مش عادل امام. لا واكيد لا انت بتقول لا لا لا, لا مش عادل امام. ليش انا بتكلم على الاعلاميين التانيين؟ ما كان فيها انا بتكلم على الاعلاميين التانيين. والاعلاميين التانيين دول فعلا كل واحد منهم اللي كتب فيها مقالات واللي طلع اتكلم عليها في التلفزيون وكلام ده. لا عادل امام وسمير غانم وكلام ده احنا بنحبهم ودول مش اعلاميين، دول ممثلين نجوم. احنا كنا بنحبهم طبعا، لكن احنا من كل الحفاوه اللي كانت رهيبه جدا اللي موجوده من زملائي الاعلاميين امي ما كانتش مستريحه، وهي كان عندها حق وانا كمان ما كنتش مستريح على فكره. يعني انا كنت مبسوط بالتكريم بس انا ما كنتش مستريح. ليه؟ لان انا بالنسبه لي انا قضيت 38 سنه دكتور بس، فجاه لقيت نفسي في هذا المجال، والمجال ده هو زي ما تقول لحضرتك الشهره دي سم للحاجه، هتعمل لك حاجه من الاثنين، يا اما انت تخلي بالك منها وتستنى اليوم اللي هتتسحب منك فتبقى انت على الارض، يا اما انت تمشي وراها وتطلع فوق وبعدين تتكسر على جدور رقبتك. يعني حتى لما انا الشهره تاخدت مني الحمد لله ما اتكسرتش على جدور رقبتي، ضايقت وزعلت ونزلت وكلام من ده، لكن لحد ما عرفت اتعامل لان انا ما كنتش شايف ان ده شيء حقيقي. بعد الشهره مره ثانيه عودتها اليك، شو النصيحة اللي أنت تنصحها لنفسك أو تكررها على نفسك عشان تكون مستعد أنك ممكن تنزل في منسوب الشهرة مرة أخرى؟ أنك أنت تركز في اللي أنت بتعمله، ما تركزش في رد فعل الناس، لأن هي دي أبسط حاجة ممكن تعملها. بس يعني الكلام سهل باسم. بالظبط الكلام سهل بقى. أيوه. فده بقى فعشان كده دي حاجة بتفكر نفسك بيها طول اليوم. الكلام سهل جدا وانا معاك. وساعات مخك يعني واحد مثلك بعد تجربه النجاح هذه وان ذاك طعم الشهره المفروض يفكر كيف يحافظ على هذه الاستمراريه من الشهره، او على الاقل ابعد الشهره خلينا نقول من النجاح مره اخرى في العالم العربي. انت الحين تحاول تفهمني بانك انت داخل اللعبه مره ثانيه وانت مستغني، هذا كلام لا مش منطقي. مش مستغني عن ايه؟ مستغني عن ان انت تبقى تبقى مستني ان الناس تفضل جنبك وتبقى معاك، لان انت عارف ان الكلام دوت مش هيدوم. تركز في نجاحك وشغلك انت بس، تركز في شغلك. يعني انا من اكتر الحاجات اللي انا كانت بتاذيني ان انا كنت من كتر ما انا خايف من رد فعل الناس ان كنت لما اخلص تصوير حلقه البرنامج والناس تبقى مبسوطه افضل انا مكتئب. ايه يا عم باسم زعلان ليه؟ انا مش هعمل ايه الاسبوع الجاي؟ مش الموضوع ان انت تفضل تقتل نفسك وتجلد نفسك انك هتعمل ايه عشان الناس ترضى عنك، حاجه مرعبه.